اهلا بيكم، انا معاكم سيف المصري، استشاري عقاري من شركه رير سبيس. النهارده هتكلم معاكم عن مشروع لشركه صادق. طبعا لما نقول مشروع من شركه صادق فمش محتاج اتكلم عن نجاح مشاريع الشركه، طبعا من اوائل الشركات في مصر وليها مشاريع داخل وخارج مصر. مشروع النهارده معايا موجود في زايد الجديده في الكيلو 44 تحديدا على طريق اسكندريه الصحراوي، 10 دقائق من بوابات الطريق الصحراوي. المشروع مبني على مساحه 115 فدان، والمميز عندي في المشروع ان هو 85% منه مساحه خضراء والمبني بس فقط على 15%. بنتكلم ان صادق حققت اعلى معدلات الهدوء والخصوصيه طبعا في مشروع بالمساحه دي. عندنا منطقه تجاريه واداريه على اعلى مستوى، نادي اجتماعي ورياضي على اعلى مستوى، حمامات سباحه صناعيه وبحيرات صناعيه، ممشى للجري وتراك للعجل. مساحات عندي بتبدا من 210 متر الى 338 متر. مقدم بيبدا من 10% وتقسيط لحد 8 سنين. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر تقدر تتواصل معايا على الرقم اللي هيظهر على الشاشه، او تقدر تعرف عننا اكتر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي هسيبها لكم في الديسكريبشن.